ريم عايز ايه؟ عايز اتكلم معاك. معلش موضوع مش فاضي كريم، معلش محتاجك، بس عايز اتكلم معاك. عايز تتكلم معايا؟ هو كده مثلا بيجي فايده مع واحد فاشل زيك؟ عارف انت يا جدعان، بكلمك بالي كتير ولا حد بيتكلم ولا حد بيرد ولا اي حاجه. شويه مشاغل كده، شويه مشاغل قوي يا عم. اساله طيب، مش كده يا عم؟ احنا موجودين يا عم، موزعين هنا وموزعين في البيت وموزعين في الجامعه وبنروح كل حته يا عم. انت اللي فين؟ انا ما فيش قشطه يعني، كان حابب مشاكل بس في البيت كده وبتاع، عادي يعني. مشاكل كل مره. لا على فكره بقى، المره دي بجد المشاكل يا عم. صلي على النبي يا عم، احنا عمرنا منا شفناك منك جد ولا حاجه. انت طول عمرك بتهبل. هبل ايه يا جدعان؟ والله يا جدعان الموضوع بجد يا جدعان، انا عايز اتكلم معاكم فيه يا جدعان، عايز مفاهيمكم فيه والله. بقولك ايه، بقولك ايه، مش فاضيين للعبط ده. ماشي، يلا فادي. فادي صاحبي من زمان يا فادي، انت كده انت هتقف جنبي معايا. كم مره يا ابني حلت؟ كم مره؟ مفيش منها كم. فايده مع واحد فاشل زيك؟ حاولت كم مره؟ مفيش منك عمل.
النهارده 28 مارس 2012 الساعة 11:15. أنا عارف إن أنا سجلت كتير قبل كده، بس أنا حاسس إن النهارده الموضوع مختلف. قررت إن أنا هبطل. أول حاجة هعملها لما أطلع من هنا إن أنا هقول لأهلي، هقول لأصحابي إن أنا عايز أتعالج. أنا عارف إن الموضوع هيبقى صعب، بس أنا عارف واثق إن هما هيقفوا جنبي.